السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل شغل الالكتريكال على برنامج فيزيو رايل نيو. واجينا في الفلور بلان، هتلاقي حاجات خاصة بالتكييف، حاجات خاصة بالبلامنج، حاجات خاصة بالسكيورتي اند اكسس، حاجات خاصة بالالكتريكال. طيب ممكن نقول له مثلا احنا عايزين نعمل روم مثلا على حرف ال بالشكل دوت. تقدر تعمل كذا غرفة جنب بعض، ممكن تعمل حوايط لو حابب. دلوقتي اقول له الكتريكال اند تيليكوم وابدا اشوف بقى عندي مثلا سويتش، عايز احط سويتش هنا، عايز احط سوكت هنا، تبدا تسحب السوكت. عندك اوت دور لايت، الاوفيس تقدر تحطه، الامرجنسي لايت تقدر تحطه زي ما انت عايز، الاستيريو اوتليت تقدر توزع الاضاءه والكهرباء زي ما انت عايز في قلب الغرفه. ودي أدوات مساعدة، ممكن تعمل بقى سيركل تبدأ توصل مثلا ديت بأي حاجة تانية، سيركل تلبس تقدر تقيس، تقول له أنا عايز أقيس مثلا من هنا لهنا قد إيه بالشكل دوت. أنوتيشن تبدأ تحط الأنوتيشن بتاعتك، كول أوت مثلا يبدأ يجيب لك المعلومة اللي أنت عايزها. تقدر تحط اي تكست انت عايزه، اي شكل انت عايزه، تبدأ تعدل بقى الكلام اللي موجود زي ما انت عايز.